إلى ذلك بوريا أثر أمس بمقبرة قرية الجلتة الزرقاء بصورة الغزلان جثمان شهيد الواجب الوطني بلال زطال صاحب 24 ربيعا أحد شهداء تحطم الطائرة العسكرية، وهذا بحضور السلطات البدرية والعسكرية. كما شيعت بعد صلاة الجمعة كذلك جنازة الشهيد العبط أيوب من بلدية بودربلة بالأخطرية. التفاصيل صدها خالد شودار. الحمد لله الذي أعطى وأخذ. هذه الألم المصيبة الذي ألمت قلوب الجزائريين كلهم لست أنا وحدي، ولكن ملايين الجزائريين جعلت ثغرة في قلوبهم، والحمد لله فإنهم شهداء. مصاب جلل اللي هو فقدان الشاب بلال زطال، هذا الشاب الخلوق، الشاب اللي يحفظ من كتاب الله عز وجل ما يتيسر، فنسأل الله عز وجل أن يتقبله ومن معه في من الشهداء عنده. كان نعم الأخ، نعم الصديق، يعني كامل القرية تشهد بالخصال نتاعو، جامي الحق واحد، جامي يتكلم في واحد، جامي ما تسمعش كاع الصوت نتاعو، ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه.